السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتتفرجوا على الفيديو هذا. المهم انا اليوم ان شاء الله غادي نخرجكم معايا. شحال هذه ما خرجتش الدراري، ما خرجناش. المهم اليوم قلت غنمشيو نخرجوا وندير لكم واحد الفلوق. ما عرفتش فين مازال غنخرجوا، ولكن اي حال اي بلاصه مشيت ليها غنديكم معايا. يلا حبينا، يلا معايا. هي في ردوا القامرة اللي كانت في كاينه في القامرة هذه، ردوها. ما عرفتش مازال شنو سميتها، مازال محطه ديال الكيران. المهم هي هذه، ما عرفتش شنو سماوها، واش خلاوها القامرة هي ولا لا. وهذا التيران خلاص. يلا هما معايا. صافي دابا وصلناهم. بغاو قالك حدا بغاو حدا الواد، جينا دابا حدا الواد. قول لي كنا تقول لنا الواد. المهم هذا الواد مشى ديال القنيطره ديال الرباط، جينا ابو راق راق هنايا. بغاو نشوفو حتى يعجبني هنايا. البنات انا مروحه بزاف، كاع ضاربني البرد، الله ينشيكم. المهم دابا حنا يلاه جينا لهاد البلاصه هادي، وها انت معايا. شفتي شحال تعجبني هاد البلاصه، زوينه بزاف كاع. الناس اللي تيعرفوني يعرفوا راه تعجبني البلاصه اللي فيها الماء والبحار، بحال هكا اللي تعجبني انا بزاف فوق القياس. عمر هنا قلت لي زعما ما لقى حتى فينا البرد، ما غيكون حتى واحد الساعه. عمر هنا تبارك الله. دابا حنا ركبنا في الفلوكة، في الباطو، في الباطو ماشي فلوكة. عرفت حنا في فلوكة دابا، تخيل تتخيل راسي حنا في الباطو زعما، وعلاش لا. المهم حنا ركبنا دابا، الدراري بغاو كيضربو ضريوة هنا، ضريبة كيضربو ضريوة. راه كليكم مريضة تتشي لي الهضرة. بغاو يضربو دويرة هنا في الواد. غنقطعو دابا السلا ونرجعو إن شاء الله. المهم أنا عنديكم معايا، أنا تنصب عرفتي شنو يا ربتي شنو فيا هو حالة. شنو اللي بارد؟ البنات يلاه دخلنا دابا من الزنقه، لعبوا الدراري. المهم من اللي بغاو يجيو قال لك بغاو بيتزا. بابا ماما دينا بيتزا، بيتزا بغينا بيتزا في الزنقه. قلت لهم لا نمشي نصايب لكم بيتزا في الدار. انتما تعرفوا البيتزا ديال تموت هي في الزنقه، ولكن راه واحد البيتزا صغيوره ما تتشبع ما والو. المهم صغيوره ودايره التعبان. قلت لهم غنمشي نصايب لكم اليوم البيتزا في الدار وغنشاركها مع البنات. اليوم غنصيب لهم بيتزا في الزنقه، الا جات بحال ديال الزنقه. المهم انا غنحاول، ما جاتش هو هذاك. غنبدا لكم دابا وهانتوما معايا البنات. انا غنبدا معاكم، نحيد عليا هذه من هنا باش تعطيني اتساع. المهم قولوا لي ما عرفت شنو غتديري. صافي هنا، هنا خديت الفورص وواحد شويه ديال الفينو، ماشي الفورص غالب على الفينو باش ما تجينيش العجينه قاصحه، ودرت فيها شويه الملحه. دابا غندير شويه ديال الخميره. جبت معايا ملعقه كبيره، نتوما تتعرفوا البيتزا خاص الخميره العجينه ديالها تكون مضوبله في الخميره. وغنزيد عليها قيمه نص كاس ديال زيت العود، انا عايني ميزاني هكا. وما تنديرش انا في العجينه الزعتر، حتى تنديرو في المطيشه والفلفله وداكشي. صافي شويه الملحه. والسر ديال العجينه اللي غتجيب زعما بحال ديال الزنقه هي معلقه كبيره ديال سنيده. ها هي هكا، غنخليو هاد العجينه ابا باش غنخبز. غنخبز انا دغيا بديت غنخبز وبلاتي تلاحظ نحد. مشات ليا الهضره مع تنزرف دابا حيت جينا معطلين. تناخذ الزيت تنديرو في واحد المقله. انا ما نوريكمش المقادير كلهم في خطره، غنمشي معاكم شويه بشويه. اي حاجه درتها، بصله هنا كبيره
وواحد الحاجه انا ما تنشحرش بالحاجه بالحاجه وكل حاجه بوحدها. عادي في الاخر غيتخلطوا في البيتزا، اللهم نخلطهم هنا من الاحسن بلا ما يعذبوني. وفلفله كبيره خضراء وفلفله كبيره حمراء، تنخلط كل شيء هنا في المقله وتنديرهم كاملين يتشحروا باش ماشي كاملين، غنديرهم يتشحروا هنا. والسر الثاني هو ان تنديروا، عارفين تنديروا لاصوص ديال البيتزا، عارفين تنديروه بمطيشه، مطيشه هكا مدوره ومطيشه الحك. اليوم غنزيد فيها خيزو، هذا هو السر اللي تيديروا في الزنقه ديال لاصوص. واحد خيزوه كبيره، جوج مطيشات مويان، هما دابا اللي غنديرهم في الماء تقريبا شي كاس ديال الماء باش غيطيبوا، وغنزيد عليهم القزبر والعطريه مازال، ومعلقه كبيره ديال مطيشه الحك وغنطحنهم. المهم هذا هو السر ديال بيتزا ديال الزنقه. اليوم غتشوفوا بيتزا ديال الزنقه، هي واخا ديري تتعياي مع هرده كاس هنا، واخا تصايبي في الحاجه تتعياي ما تجيش بحال ديال الزنقه، سبحان الله تجي بنينه ديال الزنقه. ما طرطاش البوطه، خلي البوطه وهانتوما معايا. صافي البنات ها هي العجينه، ها هي كتولي كتكون بحال هكا، نتمنى تكون تبان لكم هكا. ها هي المهم ما خوفه ما قاصحه. دابا شديت واحد الجبانيه وغندير فيها الزيت بحال هكا، غندير لها البلاستيكة نصرفها بحال هكا باش تصرفها هو اللي ما يخليش كاع الهواء يدخل ليها وتخمر على خاطرها. بان ليا هاد الجبانية صغيرة ما عليش بحال هكا، وغنديرها أطراف. هاديك الفليفلة الفليفلة والبصيلة والبصلة بحال هكا، وديك الطريقه الاخرى اللي قلت لكم كاينه هنا خيزو ومطيشه، غنزيد عليهم دابا شويه ديال الربيع، مطيشه الحك، شويه ديال البزار. انا البنات ما تطيبش بالبزار بزاف، شي نهار غنقول لكم علاش ما تنطيبش بالبزار وعلاش ما تناكلوش بزاف. المهم التحميره، شويه ديال الزعفران وشويه الملحه، غنكب هادشي كامل، ما غنخليهمش يطيبوا بزاف، غير شويه وصافي، نخليها تبرد ونطحنها. الطريقه تجي زوينه على الطريقه الاخرى ديال المطيشه وشحريها وعاد ديري، يعني كنتمنى تصدق. الزيت نسيت لكم الزيت، انا غنزيد الزيت هكا صافي، ونخلي هادشي كامل كيتشحر. هادي ها هي صافي طابت، ها هي كي كتجي، كنخليهاش طيب بزاف. كتعجبني هاديك هكا كتبقى تقرمش الفلفلة ومشات ليا، والبصلة حيدهم تا هما صافي طابو. صافي طيب هنا ونطحنها ونرجع معاكم. صافي هاد لاصوص ديالي هاي طابت، غنخليها تتبرد عاد باش نطحنها. عندو نوصل هاد الميعلات هادو، ما كتشوفوش عندي الرويلة هنا، عندي واحد شفنة كبيرة اللي درتها تنحى هنايا مخبيه ليا كاع داكشي اللي كاين تم. صافي انا غنجمع هاد الروينه وغنرجع معكم باش نفيني ديك البيتزا. صافي البنات ها هي خمرات دابا العجينه ديال البيتزا، كتولي بحال هاد الصوت هذا. صافي انا مسحت هنا هاد البوطاجي مزيان، تنحيد منها حيد هادو، حيد منها هاد الهواء هادي هكا. انا قلت لكم غنديرها بحال ديال الزنقه ان شاء الله غتكون. حيت ما غنديرش ليها ما غنديرش ليها نص طايبه، غنديرها ديريكت، نديرها ديريكت ان شاء الله.
صافي البنات من تنطلقها ها هي بحال هكا تتشوفوا هاد الفقاعات هذا، يعني راه العجينه راه صادقه زعما. تنتفكها بهاد الفرشيطه هذا بحال هكا باش ما تنفخش ليا في ملي نعمرها. تيقولوا لنا البنات هاد لاصوص اللي درت معاكم ديال الخيزو تجي واعره فنه، حتى المذاق ديالها تيجي زوين بزاف. انا طحنتها مع الزربه وداك الشيء، طحنتها غير بالكهرباء اليدوي، ما درتهاش في مورينكس، ما طحنتش ليا بزاف، ولكن انا بغيتها تكون هكاك دابا مع كل واحد صافي. تنبدا هيا لاصوص ملي طحنت شتي كي تجي، تجي عندها واحد اللون غوزي وزوينه، تجي تزوينه بزاف بزاف، ماشي غير شويه، بنينه بنينه بنينه. كنعرفوا على خيزو البنه ديالو اللي تطلق. انا غنكمل البنات وهانتوما معايا صافي. تندير واحد شويه الموتزاريلا بحال هكا في لاصوص، غير شويه، وغنبدا ندير هاد الفلفله والبصله. البنات تنخدم بيديا بصراحه بحال هكا، تنخدم بيديا غير دابا عاد نصور زعما ما بغيتش. انا غنكمل وغندير الكفته ها هي وغنسالي وانا معاكم صافي. دابا ناخذ داك الزعتر هكا، انا الزعتر حتى بغيت ناخذ عطر ديال هكا تطحنو بيديا حيت باش يطلق ديك النسمه ديالو. شكون اللي فينا ما تيحمقش على الزعتر؟ الزعتر تيجي واعر. دير داك شويه الزيتون هكا. هيا البيتزا ديالنا انا حتى غنطفي عليها الفران وعاد غندير لها موتزاريلا وندخلها الفران غير باش تطلق باش ما تحرقش لينا موتزاريلا، وانا غنرجع معكم صافي. البنات هيا شتي البيتزا ديالنا كي دايره، غندير دابا موتزاريلا باش ما تحرقش، هذا غير ندخلها الفران ونخرجها. عرفتي ديك العجينه ديك الكميه ديك العجينه خرجت لي واحد ثلاثه البيتزا تقريبا قد هكا ثلاثه اللي دايره، دابا غنخرجها الفران وغنولي نرجع معكم صافي. البنات ها هي البيتزا بعد ما خرجتها من الفران، شوف واش تتبان لكم، باين ليا باين ليا شكلا بحال ديال الزنقه ومذاقا ما نعرف. شوف نحاول نحيدها هكا. البنات انا عندي الموس ديال البيتزا باش نقطع، ولكن انا راه ما تيقنعنيش الموس، ضروري خصني ندير بحال هكا. والله يا البنات حتى الريحه بحال ديال الزنقه والله انا نتوما عارفين علاش ما تنقول لكم، انا صريحه بزاف. ها المهم هذه هي البيتزا اللي شاركت معكم اليوم، ها هي درت ليهم الدراري واحد العصير ديال لافوكا باش يحسوا بلي راهما راه كاينين في الزنقه. والله يا البنات جربوها بهالطريقه هذه والله الا جات واعره، انا ذقتها جات فنه. المهم قلت لكم بحال ديال الزنقه يعني بحال ديال الزنقه والله ما خيبنيش وجات بحال ديال الزنقه. المهم الدراري ما كذبتش عليهم، نتوما عارفين الدراري اي حاجه تنديروها على ودهم، باغا ماما تخرج باغا قنط في الدار تتخرجي على ودهم، ما تيكونش فيك لا ما تخرجي لا ما والو، نتوما عارفين الشغل ديال الدار والروتين وهذاك الشيء. واخا هكاك تتلبي لهم الطلب ديالهم، ملي تيخرجوا بغينا ماما ناكلو على برا، بغينا بعض المره ايه بعض المره ما في استطاعتكش انك تاكل لهم على برا، سيبتو بيتزا بيتزا واحد المغصو صغير بالثمن وما تيهرش لهم حتى المعده لا هما ولا حنا. مره مره تندير لهم بيتزا على برا ماشي كل مره. اليوم قلت لهم عم صايبها لكم في الدار والحمد لله الله ما خيبنيش، جات لهم بيتزا زوينه بحال ديال الزنقه، درت لهم عصير تنحاول ندير لهم في الدار بحال راهم خارجين للزنقه. الحمد لله. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه
وديروا اشتراك وديروا لايك للقناة، وشكرا بزاف على المتابعة، وإلى اللقاء، إلى فيديو جاي إن شاء الله.